بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة خلال هذا اللقاء، وأينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. بعد مدة وفترة من الغياب والاشتياق يأتي الانطلاق، انطلاق دوري نايل واستئناف مغامراته ومنافساته من جديد، ورحلة البحث عن بطل جديد يتربع على عرش كرة القدم المصرية في العام الماسي لبطولة الدوري المصري الممتاز دوري نايل. الكورة بتتكلم مصري، واليوم مشاهدينا تستمر الإثارة والمتعة الكروية والألغاز والإجابات المخفية من خلال منافسات الجولة 12 في دوري نايل، ولقاء بلدية المحلة ومودرن فيوتشر، وحوار كروي مشاهدينا بين القديم والحديث، حوار بين الجماهيرية والشعبية والاستثمارات الشخصية، حوار مليء بالأسئلة وعلامات الاستفهام. والتسعين دقيقة القادمة أصدقائي ستظهر لنا الفريق القادر على التحرك والتقدم إلى الأمام. النهاردة الكابتن أحمد عبد الرؤوف في إدارته الفنية لفريق بلدية المحلة المطعم بالصفقات الجديدة، بخمس صفقات جديدة بيخوض هذا اللقاء. على الجانب الآخر مودرن فيوتشر، والأول مرة تامر مصطفى مديرا فنيا لفريق مودرن فيوتشر، وثلاثي في الأمام لمودرن فيوتشر مكون من عبد الكبير الوادي، درامي كيجالي، ومروان محسن. على بركة الله أصدقائي انطلقت صافرة البداية، بداية هذا اللقاء. لسه بنلعب في أول سبع دقايق لعب، كرة للأمام في اتجاه إيمانويل النيجيري، لكن على طول جنش يتخللها فترات صعود وهبوط. ومودرن فيوتشر في ثالث مشاركة ليه، ودي انطلاق عند عبد الكبير، عبد الكبير الوادي، جوناسان بيلعب كرة، استلام وتسديدة حلوة 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 حلوة، حلو الكلام حلو الكلام، في أول لقطة مرتبة وأول لقطة فيها مساحات وفيها تحرك وفيها اكتشاف لمساحة جميلة في الجبهة اليسرى، قدها عبد الكبير، ودي الكرة العرضية، وآدي كيجالي درامي عمل كنترول، وبالطيران يا حبيبي بالطيران، لكن أول اختبار ينجح فيه محمود ماهر اللي بالفعل كان ماهر، بالإضافة طبعا للكابتن طارق وعبد الواحد وسعفان. أدي كورة للأمام، لكن مرة تانية في التحام، كريم بيلعب كورة عرضية خطيرة معدية، ممكن ممكن جدا جدا. بصوا حضراتكم اللقطة والفرصة الكبيرة اللي لاحت عند أميسي، ألاشها الفيل، عدت من الفيل، ودي ما تضيعش يا جدعان، لكن أميسي ضيعها بغرابة شديدة جدا جدا. اللاعب المحترف من بروندي صاحب 19 عام، ادي اللقطة وادي الراسية، ما قدرش يوجهها، لكن جنش محمد ربيعة واحد من الثلاثي في الخط الخلفي، احد اكتشافات مودرن فيوتشر. ادي جوناسان يحطها عند عبد الكبير، هيلعب العرضية، ادي العرضية وادي الراسية، بتغير اتجاهها، خطيرة جدا جدا. لكن حتى الان هو في المركز الثاني ايضا في المجموعة، ايه متقدم عليه فقط اتحاد الجزائر. ادي كورة لبلدية المحلة وتواجد في مكان خطير، ودي كورة عرضية، لكن جنش يا عيني عليك، لسه الخطورة يا ولد على الترقيصة واحدة والتانية، وتزيد حلوة، جول 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 جول، يا عيني على الحلاوة، يا عيني على الطعامة، يا عيني على الجمال. في الدقيقة 38 بشعلة حماس وبالمهارة وبالحلاوة وبالطعامة أنقذها جنش في اللقطة الأولى، لكن وسع لنفسه وحطها في المقص، لا تصد ولا ترد، حتة حلويات من حلويات الغربية في الدقيقة 38 علشان يضع الاندهاش ويضع الاستفهام
كرة حلوة 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 من إسلام علشان يتقدم أصدقائي بلدية المحلة بأول الإجوان. لكن بص شوف الحكاية، آدي كريم ممدوح وآدي الأوفر راب وآدي التوغل اللي 10 على 10. لكن بص شوف إسلام بيعمل إيه، الأولى ضحك عليه والتانية وسع لنفسه والتالتة حطها أرتو في المقص اليمين علشان البلدية تقول أنا هنا وأنا موجودة وأنا بتاعة الحلويات والقطايف واللطايف. ويتقدم أصدقائي فريق البلدية في الدقيقة 38 بمهارة غير عادية من إسلام علشان يسجل أول الإجوان ويرفع رصيده الشخصي إلى تاني أهدافه في بطولة دوري نايل. تتلعب على طول الركنية، عقاب الأول خطيرة جدا جدا في مكان خطير هنبدأ نلعب في الدقيقة الثالثة. وبالفعل أصدقائي في هذه الأثناء محمود بسوني بيسدل الستار على منتصف القصة ومنتصف الحوار، الحوار اللي تابعناه في الشوط الأول، وتقدم بلدية المحلة على مودرن فيوتشر. بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد مشاهدينا الكرام نتواصل مع حضراتكم وأحداث الشوط الثاني من لقاء بلدية المحلة ومودرن فيوتشر، واحدة من لقاءات الجولة رقم 12 في دوري نايل دوري 23-24 النسخة 65. على بركة الله أصدقائي انطلقت صافرة البداية، بداية أحداث الشوط الثاني. أحمد عاطف تمريرة للأمام، لمسة من مروان عبد الكبير الوادي يخطفها ويغمزها ويضيع كورة كبيرة جدا جدا، كان في راية وصفارة. أدي اللمسة من مروان، بالفعل متسلل عبد الكبير، يمكن عشان كده لمسها لمسة ما فيهاش اعتنى. وتقدم إسلام مرزوق، أدي كورة أمامية عند أميسي خطير، يقدر لكن وقف وعمل ديلي. ودي كورة من إيمانويل، لكن دي سهلة يا إيمانويل، عدت جوناسان. وحتى الآن أشعر أن الالتحامات لمصلحة لاعبي البلدية هم اللي عندهم حمية أكتر. لكن عبد الكبير بيلعب كورة عرضية، لكن على طول إبعاد ترجع لغنام، تسديدة حلوة يا ولد، تسديدة حلوة 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 جدا. بصوا حضراتكم عملت بند وتسديدة تقريبا من 17-18 متر، لكن محمود ماهر 10 على 10، وبالفعل ماهر يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، بينقذ مرماه من أول فرصة وأول اختبار حقيقي لتعديل النتيجة. عامل مباراة كبيرة جدا جدا إسلام مرزوق، وهو صاحب الكلام المهم. أدي كرة للأمام في مساحة عند أميسي، هل نشوف هدف تاني؟ تسديدة، لكن فين؟ الملعب بقى فيه مساحات مش طبيعية. هل الجهد البدني قل والجري قل واحنا لسه في الدقيقة 58؟ شيء مش طبيعي. ادي محمد صادق كرة عرضية، جوناسان يا ولد يا ولد يا عيني. ضاغط فريق مودرن فيوتشر بكل خطوطه تقريبا بكثافة عددية كبيرة، ودي عاطف وتسديدة في الضيقة، لكن ماهر ليها بالمرصاد قبل طبعا التوقفات وقبل الاجندة الدولية. لكن نشوف اميسي هيعمل ايه، بيعمل فنتات اميسي، ودي كورة عرضية خطيرة جدا، ودي حساب، لكن فين يا حساب؟ النهاردة الكل نجوم، الفريق هو النجم، ووجهي العملة الرياضية، الفرحة والسعادة والحزن والغضب. وبالفعل اصدقائي محمود بسيوني في هذه الأثناء بيسدل الستار على قصة مثيرة وقصة في منتهى القوة، جمعت ما بين بلدية المحلة ومودرن فيوتشر في أول مواجهة تاريخية، جمعت ما بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز ودوري نايل. أخيرا بيعود فريق البلدية إلى نغمة الانتصارات